الراحل أنور السادات في كلماته التي سمعناها الآن إن هذه الذكرى ستظل الأجيال تتعلمها وتتعلم ما فيها من بركات النصر وفوائده، وتتعلم من الأحداث قبلها ما كان من الهزيمة وآلامها. إننا إذ نحتفل بانتصارات أكتوبر فإننا نحتفل بذكرى الصبر والصمود ورحلة الكفاح التي قامت بها الدولة المصرية على يد خيرة رجالها من القوات المسلحة حتى وصلوا بفضل الله تبارك وتعالى وبإذنه وتوفيقه لهم ولنا جميعا إلى ما حققته مصر من النصر المؤزر وعودة الكرامة وعودة مصر إلى مكانها الطبيعي الذي تستحقه بين العالم أجمع. مصر تحيا، مصر بنا كلنا جمهور، مصر تحيا.